بقى تسلم ايديك وندخل بقى على بسكوت النشادر. عندي بسكوت النشادر من بسكوت العيد ده دايما كلنا بنحبه الحقيقه، وانا اولكم بحبه جدا. تعالوا نقول عندنا لو على الكيلو دي، انا عملت على الكيلو عشان اصدقائنا اللي حابين يعملوا كميات، عندنا كوبايه ونص ينفع من السمنه على فكره، السمنه كمان بتبقى حلوه معاه قوي وبتنجح كمان. عندنا كوبايتين الا ربع من السكر البودره، اللي عايز يخف السكر ممكن تبقى كوبايه او كوبايه وربع زي ما انتوا تحبوا، ربع كوبايه وحوالي معلقتين كبار لبن، ده برضو على حسب نوع الدقيق، برجع اقول لحضرتك السوائل على حسب نوع الدقيق. اربع بيضات، وعندي معلقه صغيره فانيليا، معلقه كبيره ممسوحه نشادر، معلقه كبيره بيكنج باودر، اكتبوها معلقه كبيره ممسوحه عشان ما يكتروش النشادر، معلقتين كبار من بشر البرتقال، ده حسب الرغبه، اذا حابين، في ناس تحب تديله الطعم ده، لكن مش حابين ما تضيفوهاش، هو اساسا النشادر ما فيهوش بشر برتقال. خلاص كده معلقه كبيره ممسوحه نشادر عشان بس تحكوا عارفين ايه المعيار، ما نزودش منه. اول حاجه لازم نعملها ان احنا نطحن السم مع السكر الاول، نخليهم كده ايه خليط يبدا يبقى ابيض كده وحلو. انا بس هشيل الكف ده، هنحط الشبك عشان تساعدنا انه الخليط يبقى جميل، نقدر نعمله بالمضرب اليدوي بيبقى انجح واحلى. عندكم المكنه الكهرباء بتاعه البسكوت النشادر، في مكن كهرباء قديم، والله ده قديم قوي من ايام مامتي، بتطلعها، او اليدوي اللي بتتركب على الرخامه وتتعمل اللي يعجبكم، بس في منها كمان كهرباء. تعالوا بقى ناخد كده كميه السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها هنا خلاص، وبعدين هناخد معاها السكر البودره، بسم الله الرحمن الرحيم، نضربهم كده مع بعض لما يبقى خليط ناعم جدا جدا ولونه فاتح جدا جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنخلط كده شويه حلوين. اول مرحله، وانا هنا هكسر البيض شويه شويه عشان نضيفهم بعد ما ايه نكون ظبطنا الخليط الحلو اللي بيتضرب دلوقتي، بسم الله. لقيتها حلوة، بسم الله. تمام، بسم الله. بتأكد بس منها الأول، وبعدين احنا هنا بنضرب الخليط لما اللون يبقى ابيض كده قدام حضراتكم، كريمي زي الكريمه كده وابيض. تعالوا معلش هنفتح كده تشوفوه اكتر، وننزل الحواف اللي في الجوانب ونضربه ضربه كمان عشان نبقى احنا ايه مطمنين. كل الخطوه دي مهمه قوي، خليه جميل وفلافي كده وحلو، بسم الله. اهو بصوا السمنه اتضربت كويس مع السكر كويس جدا، وايه وكله تمام. تعالوا بقى ننزل الخليط ده، بسم الله، نضربه تاني. بصوا بقى، بصوا الكحك، واو، بصوا على الكحك كده، الله الله، بصوا الكحك جميل ازاي، انا بحبه صغنن كده من يوم، والحقيقه الكبير ده بحب اعمله لما يبقى فيه عجميه وعسل ابيض. انا مش هكذب عليكم، العسل الابيض والمعلقتين دي والمكسرات تبقى ويبقى تبقلوزه كده وجميله. ده الكحك، شوفوا جميل ازاي، وده بعد ما بيخلص رشينا عليه السكر الدايت. طبعا السكر كميته ترجع لكم، في ناس تحب تاكله من غير سكر على فكره، اهو انا بس دقيقه كمان وهطلعه عشان يبقى طعم دقيق الشوفان كده. بصوا بقى هنا، بصوا السمنه بيضت ازاي زياده، بصوا الجمال، بصوا بقت لون الكريمه البيضاء، هي دي المرحله. تعالوا بقى وهي شغاله كده هزود بيضه بيضه مع الفانيليا، هحط هنا الفانيليا وشويه على البيض هنا، ونبدا ننزل بيضه بيضه، بسم الله.
الله تتشرب. خليني انزل الجوانب علشان ايه تتشرب. حلو نلم الجوانب لازم عشان تبقى العجينه كلها تمام. وادي اللي بس انا حبيت اعمله بالسمنه النهارده عشان حضراتكم اللي بيحبوا يستخدموا السمنه اللي في البيت مش عايزين يستخدموا معاه زبده ولا حاجه. وهو فعلا بينجح معاه كمان السمنه قوي بيبقى حلو كمان طعمه كمان حلو. بسم الله كده وننزل بيضه بيضه. 2 2 واخر بيضه كده 4 بيضات ومعاهم الفانيليا ضربناهم كويس. تعالوا بقى النشادر واللبن بنخليهم في جنب لوحدهم دول في الاخر. وهنيجي عايزين تحطوا رشه من البرتقال حطوا، مش عايزين انا مش هحط، انا هخليه مع بسكوت اللي هنعمله التاني. وادي البيكنج باودر هنحطه مع الدقيق ورشه الملح وهنقلب. بسم الله مكونات الجافه. ولو دي ده بتنخلوه يبقى احلى واحلى، هيطلع بسكوت هش وجميل. كل خطوه بنعملها بنديها حقها هتبقى ان شاء الله جميله مع حضراتكم. بصوا الجمال، تعالوا بقى نضيف كده. بسم الله بسم الله هنا ونخلط الاول. لينا ايه اصل ده نخلط وبعدين نشوف اللبن والحاجات. بسم الله على خفيف الاول عشان بس دي ما يبهدلش الدنيا. يختلط تمام ون ايه كده. وبعدين تعالوا بقى نزود شويه وبعدين هحط الكف هغير خالص ده بس ده يقلبهم في بعض كده. وبعدين هاخد هنا اللبن قدام حضراتكم احطه هنا ادفيه ادفيه شويه صغيرين على النار يدفى، بس مش عايزاه اسخنه عايزاه يدفى دافي. بصوا اشوف بس كده العجينه ريحه تجنن عشان السمنه. نزل بس كده العجين من هنا وبعدين نحط الكف فيها كده. نزل ده ايوه كده عشان ايه ننزل العجين. حلو اهو كده تمام. نشيل بقى دي وناخد كده الكف. بسم الله وين ايه نركبه تمام. طب معلش خليني بس ايه ابقى شايفاه ماسكه كويس. تمام ننزل بقى ده بس كده. وهاخد اللبن هحطه هنا وهاخد عليه معلقة النشادر الممسوحة. اهي بصوا بتفور ازاي. يلا بينا
تعالوا بقى معلش كده نقلب الايه ده بتاع جيب الحلواني اللي احنا هنعمله بجيب الحلواني. خليني بس انزل دول كويس عشان اختلط الكميه حلو يبقى تمام. ما هو بيجري وانا بجري وراه مش عارف اعمل ايه مطوع والله. يعني انا حاولت اخدمك والله يا مطوع بس انا مش ملحق يعني هو بيجري وانا وراه. بصوا بقى نحط بقيه شويه اللبن اللي باقيين بالنشادر ونقلب. بسم الله كده النشادر فعاله. اول ما حطيناها جربناها عشان ما بوصل العجينه لو انا ما جربتهاش ولا قدر الله طلعت مش شغاله. زي الفل نفتح بقى يلا بينا. شايفين العجينه جميله ازاي كده. طبعا اي عجينه حضراتكم حابين تعملوها لو على المقادير دي وتدخلوه المكنه هنزود 200 جرام او كوبايه دقيق كمان عليه. بس ده الفرق. هنزود على المعيار ده كوبايه دقيق واحده وعاده بيبقى ربع كيلو يعني 250 يعني كوبايه ومعلقه معلقتين حاجه كده يعني. بس برضو يرجع لنوع الدقيق اللي حضراتكم هتستخدمه. بصوا بقى بصوا بسكوت النشادر اهو جميل جمال. خليني اجيب كده طبعا عندي هنا صاج. احنا مش عايزه الصاج المدهون ده انا عايزه ده. وعندي هنا الشكل التقليدي بس انا بصراحه انا عامله الشكل ده في المكنه الكهرباء يعني النسخه معموله في المكنه الكهرباء. بس هوريكم برضو لو انتوا عايزين تعملوه بالجيب ما تقلوش العجينه عشان تقدروا تطلعوا عجينه كويسه يعني الشكل كويس ما يقطعش الكيس. طبعا في نوعين من الاكياس اللي انا بستخدمها دي. النوع ده ايطالي نوع مش مصري. وفي الاكياس الرفيعه الصغيره والصغيره دي عاده بتبقى للكريم شانتيه والكريمات ما بتبقاش للبسكوتات والحاجات التقيله. شايفين الكيس ده تقيل تقيل عشان اهو. هنيجي بقى هنا مثلا البلبله المشط هنظبط بقى الجوانب الباقيه دي هنظبطها هوريكم ازاي ونشتغل فيه على طول. بسكوت النشادر ما ينفعش يقعد يعني ما ينفعش نسيب العجينه كده ونقعدها وما نشتغلش فيها على طول هيطلع معاكوا تخين ومطعمه مش حلو. انا معاك اهو لو عاجبك كده طلعت معوجه وهشيلها عشان ايه تبطلوا تقولوا لي حاجات وانا شغاله اهو 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 اهو. لا ما احبهاش معوجه كده يعني ينفع كده حقي حقي اهو. بصوا بقى نعمل واحد حاضر هطلعكم. بصوا انا بحبه صغنن عايزين تطولوه اعملوه طويل براحة حضراتكم. شايفين العجينة سلسة وجميلة اهو. هكمل بقى انا الصاج ده ونرجع بس عايزة اوريكم حاجة الاول قبل ما نطلع يا اولاد. بصوا باجي دي كده ودي هنا كده بايدي بس بسيط لازم اظبط كده وهجيب سكينة واظبط لان انا عايزاه يطلع كله متساوي. بس هكمله بقى انا بالشكل الحلو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي وهرجع لحضراتكم نكون كملنا الصاج نطلع بقى الكحك القمر ده ونستقبله وندخل مكانه بسكوت النشادر. مستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل هدخل الصاج. طبعا احنا هنملى براحتنا بس احنا عشان عاملين كميات وطبعا لو بالمكنه هيطلع كمان احلى واحلى وزي ما قلنا هنزود كوبايه دقيق لو عايزينه في المكنه عشان بس يبقى العجينه متماسكه. حطوا بقى هنا حراره 180 وزي ما عملنا. بصوا الكحك